النجمة تنهاي الشعيبي والهام الفضالة على الهواء بعد تلقيهما مكالمة هاتفية مؤثرة من الطفلة أوراد العنزي الشهيرة بلقب أقوى طفلة. وحلت إلهام الفضالة ضيفة هيا الشعيبي في برنامجها فانوس هيونة وتلقيت اتصالا هاتفيا من الطفلة أوراد العنزي التي تعالج حاليا في أمريكا حيث خضعت لعملية زراعة نخاع. وتوجهت الطفلة أوراد العنزي في مكالمتها الهاتفية بشكر إلهام الفضالة وهيا الشعيبي على طلبهما المستمر من متابعيهما أن يدعو لها في رحلة علاجها بالخارج. وقالت أقوى طفلة لإلهام الفضالة وهي شعيبي أن الطاقم من أمريكا لأشكر ماما إلهام وماما هيونة لوقفتهم معاي ما قصروا بعملية زرع النخاع. كانوا عطول ينزلون أدعية يطلبون من المتابعين يدعوا لي أنا بثبت للعالم إني أقوى طفلة نجوت من عملية زرع النخاع بفضل الله. لم تتمكنا إلهام الفضالة وهي شعيبي من حبس دموعهما طويلا فبكيا من شدة تأثرهما بكلمات الطفلة أوراد العنزي. وعلقت الأولى قائلة أنا وايد وايد أحبك، أنت بطلة وشجاعة وقوية وتعطيني الناس دافع قوي إنهم يحبون الحياة ويتمسكون فيها، برافو عليك يا بنتي.